اتوال جهزت حملة إعلانية بس نسيت تنزل الكيكة يا جماعة، مش موجودة في أي حتة. فقلت خلاص بقى نقست، يلا نعملها في البيت. جهزت صوص الفراولة الجميل بتتبيلة فاو سيكريت الأصلية، ويلا نجهز صوص الكراميلاتوس. جهز لي الكراميلاتوس، ويلا نجهز صوص الشوكليتة، 3 معالق سكر، 3 معالق كاكاو، فانيليا، روح بندق، شوية زبدة، ونروح جايين ضاربين كده، ونبدأ ننزل سكر تاني مع شوية روح بندق والكلام من ده لحد ما القوام يكون معاك كده. يلا يا باشا انزلي باتنين صفار بيت، 3 معالق من السكر الكبيرة، شوية فانيليا، ابدأ اضرب ضرب مبرح لحد ما القوام يكون كده. يلا انزل بالبيض البيض مع شويه السكر، وبعدين نبدا نزود كمان سكر تدريجي لحد ما القوام يظبط معاك بالشكل ده. الله الله، حط لي ده على ده، وهات لنا بقى نص كوبايه كده دقيق لازم تنخله يا جماعه عشان تبقى بالحلاوه والجمال ده. الله الله، حط لي 3 معالق شغاله كده من النشا، يا سلام، شويه بيكنج باودر، كل دول يتالقون مع ضيف الشرف الزبده. اضرب كل ده ضرب مبرح، يلا حطها لي في الفخاريه اللي مدهونه بورقه الزبده الجميل، زود شويه ميه كده في الحله علشان تبقى ايه، حلوه وجميله. جهز لي الصوصات الجميله ويلا بينا. ادي يا ست الكيكه اليابانيه، متحمسه جدا ادوقها، قاعدين نلف عليها مش لاقياها خالص. ده سفنج طرية طراوة، أول حاجة هدوقها هي لوحدها. ماشي، بسم الله. أنا من غير مندوغ هي دابت أصلا لوحدها. أنا أصلا حاسة إن أنا مش محتاجة أحط أي صوص فيها، هدوق لوحده. ماشي، بصي بصي القوام ده، الله على القوام بجد، والله كأنه جاي من بره مش معمول في البيت أبدا. ده صوص شوكولاتة خرافي، روعة. حط بقى شوية على الكيكة، الله، نزل ونغطس، عينك فيها. تاني والنبي تاني. كنت اتوقع عليكي بس هي جت فين، في الطر. طب دوي بالكراميل. حلو جدا، بس خصوصا الشوكولاتة بالنسبة لي أحلى. يا عيني على الفلافي فراولة. الله. خلاص بقى يا عم بقى. على فكرة هي خدت بس وشي زيادة علشان حضرتك قلت لك سخني الفرن فتحت الشواية. خلاص بقى مش قدامي، جميلة قوي. جميلة قوي. خلاص كفاية يا رنا، احنا بادئين دايت بقى انا وانت. بادئين دايت ايه ايه؟ خلاص بقى عشان الدايت. رهيبة مالهاش حل، تعالي تعالي. بصي. يعني بصي بصي هي دي فكرتها، هي تبقى معاكي اسفنجية اسفنجية كده، تاخد حتة، ناخد الحتة الحلوة دي بقى. يا نهار ابيض، عينك فيها يا رنا. معلش كراميلاتي، الكراميلاتي غيرت حياتي. في صوص ايه ده؟ يا عيني فراولاتي. لا ما تنامش بالليل بقى. اخر حته في الشوكولاته وهوقف عشان الدايت، يعني عشان بس ما بوظش الدايت بتاعي. اخد حته مش كبيره يعني، بص هي حته بحته شوكولاته. الدايت في ذمة الله. آه يا قلبي. بسرعة 10/10، انبسطت بالتجربة. تعالي بقى نبعت الصورة للحاج ونغيظه. بعت له الصورة دلوقتي. أو متأكد إن هو هيتصل. ايوه يا نيج، شفت الصوره اللي بعتها لك؟ شفت الصوره؟ كبيره جدا، ده انت تيجي تعملها لي بكره ضروري والنبي عشان خاطري. لا كتير يا نجم، ده بالطلب بقى. معلش معلش، انا لقيتها تحفه تحفه. ايه رايك؟ والله ايه رايك؟ لا تحفه جميله جدا جدا، انا نفسي فيها والنبي تيجي تعملها لي. شفتي بقى عينينا ليك يا نجم، بس على الناس بقى. مساء الفل والجمال على احلى حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، ويجعل ايامكم كلها خير وسعاده يا رب. قول لهم تصبحوا على خير بقى يا نجم. تصبحوا على خير يا حبايبي.